أكدت سعادة الأستاذة فائقة بن سعيد الصايح وزيرة الصحة أن لجنة الأدوية تجتمع أسبوعيا لدراسة جميع أنواع الأدوية والطلب عليها والوضع القانوني لها، مشيرة إلى أن ارتباط الوزارة باتفاقيات وقوانين دولية في هذا الأمر بالإضافة إلى ارتباطها بالتزامات خليجية أيضا من خلال الشراء الخليجي الموحد. الأدوية أقدر أقول أنها تجتمع تقريبا أسبوعيا. اللجنة هذه تدرس جميع أنواع الأدوية، وفي أدوية خاصة أيضا، يعني في أدوية مو مخزنة، دواء خاص لمريض واحد، لا يمكن تخزين أدوية اللي هي لا قد يحتاجها إلا هذا المريض، فحسب الحالات يتم طلبها وشراءها إلى هذا المريض. فموضوع الأدوية إن هي تدرس من كل الجوانب، يعني إن هي ما هي، يعني طبعا إحنا تقريبا 80% من شراء الخليج الموحد و20% بس من الشراء المحلي، والباقي كله من الشراء الخليج الموحد. فيكون في اتفاق ايضا، وفي لجنه خليجيه تدرس ايضا موضوع الادويه وتدوير الادويه، ما هي الادويه اللي يعني اللي ممكن ان احنا ناخذها. وهناك ايضا في اتفاقيات او قوانين دوليه في نوعية الأدوية اللي يتم يعني شراءها، يعني سواء كانت الأدوية الجنيسة أو الأدوية، لأن في أحيانا الأدوية الجنيسة إن هي لازم فيها الملكية الفكرية، تمنع منظمة التجارة العالمية إن يكون شراءها، وهذه قوانين دولية لا نستطيع إن احنا يعني نتجاوزها، وإلا ترفع علينا قضايا من قبل المصانع الأصلية لها. فهي أمور قانونية، وإحنا اللي يهمنا أن يكون توفر الدواء إلى المواطن يعني في البحر.